قرر وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية إن المسؤولية الرئيسية في الوصول لحل للأزمة تقع على عاتق الحكومة السورية بحسب تعبيره. اتخذت الدول العربية قراراً باستئناف مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم 7 مايو 2023. أكرر مجدداً على ضرورة وفاء كل من الحكومة السورية والقوى الوطنية والمكونات السورية والمجتمع الدولي والدول المعنية بالأزمة بالتزاماتها كل اتجاه الآخر. ففي الوقت الذي تطلع به الدول العربية بمسؤوليتها في دفع الحل السياسي للأزمة في سياق الجمود الدولي الحالي، فإن على الحكومة السورية وكل الأطراف سالفة الذكر المسؤولية الرئيسية في الوصول لهذا الحل وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة لكي تعود سوريا إلى السوريين موحدة ومستقرة ومستقلة كما نسعى جميعا. بدوره قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة إن سوريا عادت عضوا كامل العضوية ولها الحق في شغل أي مقعد تشارك فيه، مضيفا بأن بشار الأسد يمكنه المشاركة في القمة العربية هذا الشهر إذا رغب. وأشار أبو الغيط إلى أن قرار إقامة علاقات بين سوريا والدول العربية هو قرار سيادي لكل دولة كل على حدة. أيضا هي ليس بقرار لإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وسوريا، هذا قرار سيادي لكل دولة على حدة. نحن نتحدث في هذا القرار عن شغل المقعد وتشكيل اللجنة للتواصل مع الحكم في سوريا والحكومة السورية. وفي إطار ردود الفعل الدولية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تعتقد أن سوريا تستحق العودة إلى الجامعة العربية في هذه المرحلة، وأضاف أن واشنطن تفهم أن الشركاء يسعون للتواصل المباشر مع الرئيس السوري لمزيد من الضغط تجاه حل الأزمة السورية. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن بلاده تدعم كل ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا أمام ذلك، وتابع أن قطر تأمل أن يكون الإجماع العربي دافعا للنظام السوري لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته. وأشار إلى أن موقف دولة قطر من التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي. للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الإنترنت من غازي عنتاب السيد طارق الكردي، وهو عضو هيئة التفاوض السورية. أهلا وسهلا بك سيد طارق، كيف تلقيتم قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين. الحقيقة هذا يوم حزين بالنسبة لغالبية الشعب السوري، الشعب السوري الذي عانى خلال 12 سنة الماضية من قهر ومن قتل ومن تشريد مارسه النظام السوري بحق هذا الشعب المظلوم. الحقيقة يوم حزين لما نحن عم نشوف أنه أشقائنا العرب يعني ما لنا مدركين الأسباب الحقيقية لمثل هذا القرار. هل هم خضعوا لابتزاز الكوبتاغون؟ هل هم رضوا بأن يكونوا رهائن لدى يعني عصابة تتاجر بالمخدرات وتضغط عليهم بسلاح الكوبتاغون، أم هم يراهنون مرة أخرى على أن يكون لهم دور عربي في سوريا بعد أن قدم بشار الأسد سوريا على طبق من فضة إلى النظام الإيراني؟ أم هم يعني لم ييأسوا من كذب هذا النظام ومن محاولات تملصه من استحقاقات الحل السياسي وتنفيذ القرارات الدولية؟ فهو يوم حزين ويعني صعب على الشعب السوري. نعم. سيد طارق، أنتم كيف ستتعاملون كمعارضة سورية مع هذا القرار؟ طبعا يعني
بالنسبة لنا نحن منذ اليوم الأول في هذه الثورة ونحن نسعى إلى حل سياسي ونسعى إلى تطبيق القرارات الدولية، وخاصة أو يعني بالأخص القرار 2254، وكنا منفتحين دائما لكل المبادرات الأممية التي تقدم بها المبعوثون الدوليون على مر هذه السنوات، وآخرها هي انفتاحنا وتعاطينا الإيجابي في أعمال اللجنة الدستورية السورية. نحن نريد أن نسمع من أشقائنا العرب أكثر، نفهم منهم أكثر. يعني مع الأسف كمان أيضا أن كل هذا القرار الذي اتخذ اليوم وما جرى خلفه من مشاورات لم يتم الحوار معنا. نحن اليوم كقوى ثورة ومعارضة نمثل غالبية الشعب السوري، لم يتم الحوار معنا، لم يتم التشاور معنا، لم يتم اطلاعنا على المبادرات التي يتحدثون عنها، المبادرة الأردنية أم غيرها. فنحن نتطلع إلى إجراء مشاورات والحديث مع الأشقاء العرب لفهم تصورهم حول الأيام طب القادمة أنتم وفيما كهيئة يتعلق تفاوض بالحل سورية السياسي. وأيضا قوى المعارضة السورية، هل كان لديكم أي تواصل مع المسؤولين العرب في جامعة الدول العربية ربما للاستفهام أكثر أو أن تستشرفوا الصورة بالشكل المطلوب بالنسبة إليكم؟ مع الأسف سيدتي، يعني تحدثت أنا وقلت أنه نحن لم نكن على تواصل، لم نكن على اطلاع على هذا القرار ولا على خلفية المشاورات التي جرت بالنسبة لهذا القرار. سنسعى أن نقوم بالتواصل مع يعني الجامعة العربية ومع الدول المعنية للوقوف على فهم أكبر لحقيقة ما جرى ولتفكيرهم وخططهم في الأيام القادمة لتنفيذ القرارات الدولية. سيدتي، نحن نقول للأشقاء العرب ونقول للجميع، جذر المشكلة في سوريا هو جذر سياسي، لا يمكن الحديث عن أي شيء آخر قبل إيجاد الحل السياسي. اليوم تقدم الجامعة العربية ويقدم الأشقاء العرب مع بكل أسف ومع الأسف هذه الهدايا المجانية لبشار الأسد، ولدينا مئات الألوف مختفيين في سجون بشار الأسد والسجون السرية، لدينا ملايين السوريين مشردين بين نازحين ولاجئين ومهجرين من بيوتهم، لدينا كل هذه المعاناة، لدينا مناطق خارج سيطرة النظام، لدينا مناطق قطاعات داخل دمشق وداخل مناطق سيطرة النظام هي خارج سيطرته حقيقيا، هي تحت سيطرة حزب الله أو الجناح الإيراني. سيد طارق أرجو أن تبقى معي. ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السفير حسين هريدي وهو مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. أهلا وسهلا بك سعادة السفير، ما هي قراءتكم لقرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؟ بداية، القرار الذي اتخذ اليوم قرار شامل، قرار متوازن، بيعكس إجماع عربي في الإسهام في تسريع التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. قرار أخذ في الاعتبار كافة أبعاد الأزمة السورية سواء البعد السياسي أو البعد الإنساني وكل ما يتعلق بالتداعيات التي يعاني منها الشعب السوري من جراء يعني مواجهات مسلحة، البعض أطلق عليها حرب أهلية، البعض الآخر أطلق عليها ثورة، لكن اللي دفع ثمن كل ذلك هو الشعب السوري. ففي معاناة إنسانية وفي دمار اقتصادي وفي شلل سياسي في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. القرار الذي قراءة متأنية لكافة سواء لديباجة القرار أو للفقرات المختلفة في القرار بتوضح جليا أن الإجماع العربي بيستأب لعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية اعتبارا من اليوم، بيستند إلى سياسة الخطوة مقابل خطوة بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، بما يعني عمليا أنه الآن المسؤولية ملقاة على كل من الحكومة السورية والمعارضة الوطنية السورية والمجتمع المدني السوري في سبيل التعاون والإسراع في تنفيذ قرار مجلس
مجلس الأمن. القرار اليوم بيحدد أهداف من وراء هذا الإجماع العربي، وكذلك اتخذ قرارا يعني أحد فقرات القرار بتشير إلى تشكيل لجنة اتصال وزارية من بتضم المملكة العربية السعودية، العراق، الأردن، مصر ولبنان والأمين عام جامعة الدول العربية، من أجل استمرار الحوار مع الحكومة السورية لتنفيذ هذا القرار. فواضح أن الإجماع العربي إجماع عربي، ليس هو إجماع عربي غير مشروط، لكن هو إجماع عربي مشروط بتجاوب الحكومة السورية مع هذا الإجماع وهذا القرار. الآن الكرة في ملعب الحكومة السورية أن هي تبدي حسن نواياها وتبدي جديتها في السير قدما على تنفيذ قرار مجلس الأمن المشروع. سفير حسين، هنا تحديدا ما هو المتوقع برأيك وبتقديرك؟ هل ستقابل سوريا هذه الخطوة باتخاذ خطوات تتعلق بالحل السياسي في البلاد برأيك؟ يعني هنا حضرتك ممكن يبقى في يعني من الآن وحتى يوم 19 مايو المقبل اللي هو تاريخ انعقاد القمة العربية الدورية، نأمل أن يبقى في قرارات تصدر عن الحكومة السورية استجابة للإجماع العربي اليوم في القاهرة عن طريق اتخاذ بداية قرارات بالإفراج عن معتقلين سياسيين، الإعلان عن خطوات أو على أفكار محددة في إطار عمل اللجنة الدستورية بالنسبة سواء للتعديل الدستور السوري أو لصياغة الدستور السوري جديد يضمن حضرتك التعددية السياسية ويضمن الحرية الحريات للمعارضة السورية. ويعني ودوت حضرتك كذلك يعني بهذا من الآن لغاية حضرتك انعقاد القمة العربية. طيب سفير حسين، ماذا لو القمة لم العربية تتخذ نتمنى لو اسمحي لي بس خلاص، نتمنى انه اللي هيتولى رئاسة الوفد السوري في هذه القمة بغض النظر هو من، ان هو كلمته تتضمن خطوات تقنع العالم العربي والدول العربية انه فعلا الإجماع العربي اليوم كان في محله، وان في تجاوب سوري جاد وبناء مع كل ما ورد في هذا القرار. نعم، وهنا السؤال وبإجازة لو سمحت سفير حسين، ماذا لو لم تتخذ سوريا الخطوات المأمولة والمطلوبة منها؟ حينها ماذا سوف يكون الموقف العربي؟ يعني هو طبعا طبعا سوريا من مصلحة الحكومة السورية ان هي تتواصل في مع الحكومات العربية، وانه فعلا انه كما اعلن اليوم في سوريا انه هذا القرار هيساهم في التسريع في حل الازمه في ايجاد الحل السياسي للازمه السوريه. فكل ما ننتظره الان من الحكومه السوريه هو ما يثبت حضرتك ان الحكومه هذه الحكومه هتتعامل مع بجديه مع كل فقرات هذا القرار. اليوم في نوع من التشكيك، يعني النهارده اما نستعرض رد فعل وزاره الخارجيه الامريكيه في تشكيك في هذا الامر. نرجو ونامل ان الحكومه السوريه تثبت للعالم وتثبت للعالم العربي وتثبت للشعب السوري ان هذا الشك ليس في محله، وانها في الوقت اللي بترحب فيه بهذا الاجماع العربي اليوم انها ستتجاوب مع كل ما ورد في هذا القرار من اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 اللي هو بيمثل الإجماع الدولي. نعم، العالم العربي بقراره اليوم بالإجماع العربي اليوم أثبت حسن نوايا تجاه الحكومة السورية. على الحكومة السورية اليوم إن هي تبدي حضرتك تجاوبا بناء
مع هذا الإجماع. نعم، شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من القاهرة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. وأعود إليك سيد طارق بتعليق بثلاثين ثانية لو سمحت. إذن القرار يمكن أن يفضي إلى حل سياسي في البلاد، إلى الأزمة السورية. الإشارة الوحيدة اللي إجت بقرار مجد الجامعة اليوم للقرار 2254 سبقها مصطلح ينسجم وليس تطبيق. نحن نريد تطبيق القرار 2254، لأنه كلمة ينسجم أنا كسياسي من خلفية قانونية لا أجد أي معايير لتحديد هل ينسجم أم لا ينسجم. فكلمة ينسجم نسبت كل الفقرة اللي تحدثت عن القرار 2254. قرارات مجلس الأمن يجب أن تنفذ دون قيد أو شرط وتنفذ فورا، هذه بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية أنا أكرر نفس العبارة وأسأل سعادة السفير وأسأل الأشقاء العرب، ماذا ستفعلون عندما بشار الأسد يمتنع عن تنفيذ ما وعدكم بتنفيذه؟ نعم، شكرا ماذا سيفعلون؟ لك. هل سيعيدون تجميل مقعد سوريا في الجامعة العربية أم نعم. ماذا سيفعلون؟ مع الأسف ما وجدنا كلمة وإلا، يعني لو موجود كلمة وإلا أنه في طلبات معينة طلبت من هذا النظام إذا لم ينفذها وإلا، لكن كلمة وإلا لم تكن موجودة. شكرا جزيلا لك عبر الإنترنت من غازي عنتاب السيد طارق الكردي عضو هيئة التفاوض السورية، أشكرك.